حادثة التحرش اللي قلبت الدنيا للمرة اللي مش عارف كام، للأسف بطلنا العد من كتر ما بقت منتشرة، بس المرة دي المميز فيها إن واحدة ست بميت راجل أخدت خطوة إيجابية وما سكتتش، فضحته متلبس صوت وصورة علشان يكون عبرة لكل أمثاله. ده غير طبعا إن هي أنقذت أطفال كتيرة من عمايله السودا اللي كان ممكن يعملها معاهم بعد كده. لو كل واحد فينا قابل جريمة تحرش وتصرف معاها بالشكل ده، هنقدر نوقف التحرش ونقضي عليه نهائيا. التحرش بيأثر نفسيا على الطفل وبيحتاج بعدها علاج نفسي عند مختص علشان ما يأثرش نفسيا عليه في المستقبل. مش حله أبدا إن أنت تقول ياه هنتفضح ونداري بقى على اللي حصل ونسكت، ده طبعا أكبر غلط. من حق ولادنا ومن حقنا كمجتمع إن احنا نعيش في أمان من غير خوف وقلق إن ولادنا ينزلوا يلعبوا في الشارع أو حتى يجيبوا حاجة من السوبر ماركت، أو أقل حاجة طبعا إن هم يروحوا مدارسهم ويرجعوا بأمان. الاعتداء الجنسي هو أي فعل يجبر الطفل على المشاركة في أنشطة جنسية، وبتكون من علامات تعرض طفلك للاعتداء الجنسي الخوف والهروب وظهور سلوكيات جديدة في شخصيته، رفضه الكامل انه يروح اماكن معينة او مع اشخاص معينة. والدراسات اوضحت ان واحد من بين 10 اطفال بيتعرض للاعتداء الجنسي قبل ما يتم 18 سنة، ومن بين الاشخاص اللي اتحرشوا باطفال عمرهم اقل من 6 سنين كان 50% منهم من افراد العيلة. الطفل لو ما قدرش يتعالج ويتخطى التجربة دي بيكون انه معرض يختبر نفس الاساءة الجسدية في المستقبل، وما بيقدرش يكون علاقات اجتماعية سوية، والأسوأ انه بيكون عنده ميول انتحارية عالية. من اكتر التعليقات اللي انتشرت في الفترة على حادثة الطفلة اللي حصلت ان ده راجل عادي خالص، ما تفتكرش ابدا انه هو ممكن يعمل كده، والواقع ده بيدل على حجم المشكلة اللي احنا بنواجهها لما بنتكلم عن التحرش بالاطفال. انت تعرف ان الغالبية العظمى من حالات التحرش بالاطفال بتيجي اصلا من شخص الطفل يعرفه، مدرس خصوصي، حد قريب من العيلة، حد من العيلة نفسها، واحد من الجيران، صاحب محل بتشتروا منه حاجاتكم، راجل طيب ومحترم وكل الناس بتشهد له. هنا بقى طبعا اول فكرة هتيجي في دماغك ان انت تراقب طفلك اليوم كله. لا طبعا مش كده، ومش هتقدر تعمل كده للأسف، بس ممكن تعمل حاجة اهم، ان انت تعلم طفلك ان في مناطق في جسمه مش مسموح لأي مخلوق انه يلمسها، في انك تدور على كتب للتوعية من متخصصين، في انك تجبر نفسك انك تفتح حوار بينك وبين ولادك في الموضوع ده وتقرب منهم وتطمنهم، بحيث لقدر الله لو في اي حاجة حصلت يجري عليك وما يخافش منك ويحكي لك كل حاجة، لان حاجات زي دي بتكون محرجة جدا للطفل وبيخاف يتكلم عنها. وكمان في خطأ الناس بتقع فيه ان هما بيخافوا على البنات بس، رغم انه عالميا وفي مصر كمان نسبة التحرش بالذكور من 6 سنوات ل 12 سنة عالية جدا. عارف ايه كمان الغلط ان الناس بتقع فيه؟ ان هما مفكرين ان الموضوع ده اساسا جديد. نسبة التحرش في مصر مقارنة بالرقم العالمي بتتجاوز ما بين 15 ل 20%، والنسب دي مش دقيقة عشان الناس في بلادنا بتخاف تعلن عن حاجة شبه دي. الموضوع اساسا من زمان، لان في التسعينات اتعملت دراسة عن نسبة التحرش بالاطفال الموجودة في مصر كانت ما بين 15 ل 20%، فالموضوع مش جديد. امال ايه طيب الجديد؟ الجميع في الفيديو المنتشر اشاد بالسيدة اللي طلعت وما سكتتش وفضحت الراجل، وهي فعلا تستحق الاشادة دي 100 مرة. وكمان اللي يستحق الاشادة في الفيديو ده هي الكاميرا، الاختراع المذهل. افتكر على ما اظن من كام شهر في كفر الشيخ كان في بنت بتقول لاهلها ان المدرس الخصوصي بتاعها بيتحرش بيها. طبعا اهلها رفضوا وقالك البنت بتستهبل ومش عارف ايه واكيد فاهمه غلط والكلام اللي انتوا فاهمينه ده. تقوم البنت تخلي اختها تصورها بالموبايل والمدرس بيتحرش بيها وتفضح. انتشار الكاميرات في كل مكان فضح ناس كتيرة، خاصة مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي اللي بتنقل الخبر بسرعة البرق. في التسعينات كان اخرك الجرايد والقناة الاولى والتانية وكلام الناس المنتشر وشكرا على كده، وممكن كان في احداث منتشرة في العالم كله وانت اساسا ما تعرفش عنها اي حاجة. في كل الاحوال التخلص من موضوع التحرش بالاطفال موضوع كبير بيتطلب توعية وصياغة قانونية صارمة، وفي نفس الوقت صرامة مجتمعية تجاه المتحرشين، ورفع وصمة العار عن اللي تم التحرش بيهم اذا كان بنات او ولاد. ولازم كمان نحط التوعية ديت في كل المناهج التعليمية الالزامية للاطفال. لكن لغاية ما يتم الموضوع ده هكرر عليك حاجات مهمة جدا. لازم يكون في حوار بين ابنك او بنتك الصغيرين، وده المفروض ان يكون الطبيعي مش علشان التحرش بس. على قد ما تقدر لازم تحافظ على الطريق ده يكون مفتوح ما بينك وما بين ابنك، طريق تعلمه فيه الحاجات دي من غير ما يتحرج، طريق يطمنه، طريق يسمح ان الولد او البنت يجروا يقولولك على طول لا قدر الله لو في حاجة حصلت معاهم، لان المتحرش لو فلت مرة
هيكمل. الله يكرمكم، ما تفرجوش ولادكم للفيديو ده، بس وعوهم كويس وعرفوهم الفرق بين اللمسة اللي تنفع واللي ما تنفعش، والنظرة اللي تنفع واللي ما تنفعش. وفي أفلام كرتون معمولة لطيفة جدا بتوضح الموضوع ده على اليوتيوب. عرفوا ولادكم يعملوا ايه لقدر الله لو حصل معاهم موقف زي ده، يقول لأ بقوة ويصرخ ويطلب مساعدة أي حد ويجري من المكان اللي هو فيه. فهموهم ان ليهم حرمة لأجسادهم، فهموهم ان محدش ينفع يضربه على وشه او على عينيه او على قفاه مرورا بالاماكن الحساسة بجسمهم. ولازم كمان نركز على ستر العورات بين الاخوات، ما يغيروش هدومهم قدام بعض، وبالذات في التمارين الرياضية علشان بيحصل فيها استسهال. مفيش حاجة اسمها تدخلوهم معاكم اثناء قضاء الحاجة، وما ينفعش ياخد دش مع اخوه او معاكم. علموا ولادكم ما يقعدوش على حجر حد لقرايب ولا غرب. وكمان خلوا بالكم من الكرتون اللي ولادكم بيشوفوه وايه مضمونه، لان للأسف محتوى الكرتون الايام دي مش اخلاقنا ولا تربية. دربوا ولادكم ما يقبلوش اي حاجه حلوه او فلوس من اي حد، ولو سنهم صغير قولوا لهم هجيب لكم بدل اللي رفضتوه احسن منه، ووفوا كمان بالوعد علشان يثقوا فيكم، وخلوا كمان في علاقه صداقه قويه بينكم وبينهم، وبلاش لوم وتقطيم وعقاب علشان يحكم معاكم كل حاجه. هي مش دعوه مني للخوف او للهلع او الذعر، بس الوقايه بالوعي من البدايه افضل من العلاج بعد ما يحصل المشكله. الخلاصه، التربيه مسؤوليتك، حصن اولادك وحاولوا تبقوا معاهم طول الوقت، وخلي دايما طريق مفتوح للكلام بينكم وبين بعض، ولازم تبقى عارف ان مفيش اي حاجة في الدنيا تستاهل ان انت تكون بعيد عنه. واستودعهم الله عز وجل، واعمل اللي عليك صح ناحيتهم. انا خلاص خلصت، سلام عليكم.